كل عام بخير. احنا مناسبة عيد العمال نوجه معايدة لكل عمال سوريا عم يشتغلوا بكل القطاعات، واحنا مؤسسة مياه حمص نواصل الليل النهار من اجل تامين المياه للمواطنين. نحن مياه عمال حمص بنحب نوجه تحيه لعمال سوريا كلهم، هن كانوا جنود المجهولين خلال الحرب الارهابيه اللي صارت على بلدنا واثبتوا كفاءتهم بكل الظروف، تحت القصف، تحت الضرب، بالصيف، بالشتاء، الشباب ما قصروا ابدا ولا لحظه. بتمنى لهم ان شاء الله يكونوا باحسن حال دائما ومن احسن من حسن لاحسن. كل عام وانتم بخير. انا بوجه تحيه لكل العاملين في الشركات، في المؤسسات الدولة الحكومية، وبهالمناسبة وجه تحية للعمال اللي ما يتابعوا عملهم خلال هالظروف هذه لحتى ترجع بلدنا أفضل وأحسن من أول.